طالب علوم دينية إسلامية في جامعة الأزهر والحائز على المراتب الأولى في العديد من المسابقات القرآنية في بنغلاديش. رحبوا معي بالمتسابق محمد عثمان غني من بنغلاديش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل الله بدينكم والله
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العلي العظيم. تقبل الله أعمالكم مشاهدين الكرام، استمعنا لتلاوة طيبة ماتعة للمتسابق محمد عثمان غني من بنغلاديش. شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة الطيبة، وننتقل إلى فضيلة الدكتور باسم العابد. بارك الله بك. شكرا أستاذ محمد. شكرا أستاذ محمد، بارك الله بك. تستحق تلاوتك العناء من بلاد الفيضانات بنغلاديش. يقولون عندكم فيضانات كثيرة في بنغلاديش، فأنتم أفضتم علينا بهذا الفيض الجميل. تلاوتكم كانت جذابة وجيدة، وصوتكم يتحدث عنه الأخوة، ليس مجال اختصاصي. في مجال الوقف والابتداء كان عندكم وقوف غير يعني ناضج وغير صحيح، فإن شاء الله في تلاواتكم المقبلة تكونون على بينة من المعاني. الله يبارك فيك. شكرا لك. الأستاذ عماد رامي، تقييمكم. أستاذ محمد عثمان، والله حيرتني أنت بقراءتك، احترت أنا. آية صح، آية تانية خطأ، آية النغمة صح، آية تانية النشاز فيها، آية يعني بدها القراءة، بدها تظبيط بالتدريب، والأيام المقبلة نلاقي منك قراءة أجمل. محمد عثمان، ما شاء الله أتقنت وأبدعت و أتيت بجلي وأغلب أحكام التلاوة وأصول الرواية، ولكنك تجاوزت في المدود فوق 6 حركات، بعض المدود كأولئك مثلا على سبيل المثال، وانتبه إلى كذلك إلى بعض الصفات التي ربما تخرج الحرف عن حيزه. تطيع، همست التاء، حركة التاء وزدت، همست حركة الطاء كذلك، فهذا إن شاء الله لن يكون في القادم إن تأهلت بإذن الله تعالى، ستكون أحسن إن تأهلت إن شاء الله تعالى. نسأل الله لك التوفيق إن شاء الله. السيد كريم موسوي. أنا أقول أن كملها يعني عماد، فأشار أحكي على مدى مساحة الواقع الصوت يعني. إيه. صوت جميل، عرب أجمل، ولكن يعني عدم تركيز بأداء المقامات، فالله إن شاء الله سبحانه وتعالى يعين أكثر يا رب. الشيخ
محمد عصفور. الله يسلم، حياك الله حبيبي، حيا الله الأخ الكريم محمد عثمان، أحسنتم وطيب الله أنفاسكم. ولا أزيد عن إخوتي الكرام وعن أستاذنا الدكتور عمر، وكما تفضل يعني مقادير المدود، مقادير الغنن، وعنده في بعض الفصاحة في بعض الكلمات وأوزان الكلمات ولفظ الجلالة الله، وعنده أيضا مشكلة قطع الأصوات في بعض الكلمات، فإن شاء الله ينتبه لكل هذا المرحلة القادمة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد. الله يبارك فيك حبيبي، موفقين إن شاء الله. أسأل الله لكم العافية. ونختم مع السيد حسنيان الحلو. مثل ما فضلوا الأساتذة، الصوت المرونة موجودة في الذات، ما استخدمها هو طبعاً، يعني ما استخدمها صح عفواً. العرب حلوة اللي عنده ممكن يستفيد منها بشكل أكثر، وأصل الخامة الصوتية اللي ممكن تجمع ذني كلهن كانت رائعة جداً، ما استخدمها. المقامات اللي ختم بها، المقام اللي كان بإشارة للبيات أو القبلة النهاوند، وكذلك ما بعد التوسط لما بدأ يأخذ البيات كان حلو. السيقاه كان عنده مشاكل به، فإذا ممكن يتمرن على ذني ويستمع أكثر، وإن شاء الله بالقادم أنا هم أتعلم إنجليزي وأجاوبك إن شاء الله. شكراً. هو بما إنه هلأ مش فاهم إحنا شو بنقوله يعني، ومش واضحة له اللغة، مو أنا أحكي يعني مجموعة لغات تدري، عراقي وعربي وسوري. شكراً للجنة التحكيم. شكراً عزيزي. محمد عثمان غني، أغنى الله قلبك بالقرآن دائماً وأبداً، شكراً جزيلاً لكم. شكراً جزيلاً، تفضل.